الفترة دي هي فترة مهمة جدا لمنتخبنا الوطني طبعا بقيادة كابتن حسام حسن، هيبدأ مرحلة جديدة وعهد جديد وخلينا نقول تجربة جديدة. أكيد أكيد كلنا كمصريين لازم نتمنى ليه النجاح، نتمنى ليه التوفيق، وكمان مجموعة هيكون مميزة مختارة من اللاعبين بإذن الله اللي وقع عليهم اختيار الجهاز الفني خلال المعسكر الحالي. نتكلم استعدادا بقى لكأس العاصمة الإدارية والدورة كمان الودية الدولية اللي بيشارك فيها منتخبنا مع تونس ومع كرويجيا أو كرواتيا ونيوزيلندا. هيبدأ منتخبنا كمان اول مباراه امام نيوزيلندا ان شاء الله هيكون الجمعه اللي جايه. وخلينا نقول طبعا طبعا يعني اهداف وطموحات بيتمناها الجماهير او الجماهير المصريه والجهاز الفني الجديد وهو الوصول لكاس العالم 2026. بس انا عندي هنا برضو نقطه، ومش القصه بس او العبره بس برضو يا احمد بقصه ان انا اوصل، انا عايز اوصل وعايز اوصل لكاس الامم الافريقيه وعايز استعيد طبعا اللقب الغائب وعايز الاقي فيه اداء مختلف. بس عشان ده يحصل يا احمد مش هيحصل بالدعوات فقط، لكن اكيد الدعم ده امر مهم جدا، اكيد الثقه اللي احنا لازم نديها للمدير الفني مهمه جدا، اكيد الثقه لازم نديها للمنتخب كسكواد مهمه جدا. فكره الانتقادات بقى بعد كل مباراه، فكره التقليل من المنتخب الوطني ومن الجهاز الفني علشان انت بتتكلم عن تجربه محليه، البعض بيرى ان لا مش من حق حد محلي ان هو ياخد فرصه كبيره زي دي، دايما فكره التقليل بتكون سيئه جدا. خلينا نتفق على حاجتين، نمره واحد مهما كان اسم المدير الفني كان حسام حسن او كان غيره، الـ 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 الشكل او الحاله اللي احنا مستنيين منتخبنا يظهر عليها مش هيحصل في يوم وليله، اكيد هياخد وقت. لكن الرهان خلينا نراهن كلنا على التجربه، يعني طبعا كلنا نتمنى نشوف المنتخب بيستعيد شكله وروحه وشخصيته اللي افتقدها لسنين طويله جدا، واللي بيتهيأ لي انه ما نجحش اي مدير فني تولى المسؤوليه انه يوصلها للجمهور. سيبكم من الارقام والبطولات او الانجازات لو ينفع نسميها، يعني المنتخب ما حققش بطوله طول 14 سنه تقريبا، يمكن الانجاز الوحيد كان وصول مره مع هكتور كوبر فاينل افريقيا، مره مع كارلوس كيروش فاينل تاني، اتاهلنا كاس عالم صحيح، لكن ما حسيناش ان هو ده الشكل اللي احنا بنستنى المنتخب يظهر عليه. لكن هل يقدر حسام حسن يعمل ده في يوم وليله؟ بالتاكيد لا حسام حسن ولا كارلو انشيلوتي ولا بيب جوارديولا، ما فيش حد يقدر يعمل ده. لكن ندي تجربه فرصه وندي ولادنا فرصه ان هم يقولوا لنا احنا قد التحدي. عندنا على مستوى المنتخبات تحديين مهمين جدا السنه دي، نهوان عندنا مشوار كاس عالم، ده نقطه مهمه جدا صحيح. بالنسبه لكابتن حسام في شهر 6 اللي جاي، وعندنا كمان اولمبياد باريس ما ننساش منتخبنا الاولمبي، عندنا طبعاً امل كبير جدا بس عليه. هو عامل شغل لحد دلوقتي خليني اقول كويس جدا، يعني انا بشوف ان هم ماشيين بخطوات جيده. ميكالي ولا حسام؟ لا ميكالي حاليا، ميكالي بنتكلم عن المنتخب الوطني. بالنسبه طبعا المنتخب الاول انا معاك، وكمان هضيف على كلامك انت بقى لو رجعت شويه بالارقام وبالتاريخ، انت من 86 تقريبا ما حصلتش على هذه البطوله غير بقياده مصرية أو محلية أو وطنية، سميها زي ما أنت عايز، الثلاثة واحد يعني. فهي دي القصة كلها، إن أنا بشوف الثقافة الدارجة حاليا اللي هو لا إحنا محتاجين مدير فني أجنبي، محتاجين مدير فني أجنبي. أحمد طب بعد ما جبنا مدير فني الأجنبي إيه اللي حصل؟ العبرة كلها باللي بيحصل على الأرض، بالنتائج على الأرض. فأنا بتفق معاك جدا، لا إحنا محتاجين تجربة، وبغض النظر عن اسم فعلا يعني المدير الفني للمنتخب، إحنا بندعمه طالما هو منتخب مصري ومنتخب وطني ومدير فني وطني، نتمنى ليه كل التوفيق.